أورشليم، مدينة السلام، عرش الله. زمان في العهد القديم أورشليم كانت مكان الهيكل المقدس اللي حل الله فيه وسكن وسط شعبه. ولما نطلع فوق على السحاب مع الغالب رب المجد هنشوف سماء جديدة وأرض جديدة، وهنشوف مدينة الله العظيمة أورشليم السمائية الجديدة، عرش الله المفعم بالمجد والقداسة والعظمة. فيها عرش الله السماوي هو أجل وأعظم منظر ممكن تشوفه العين ويفرح به القلب. والعذراء مريم بجسدها الصغير المتواضع حملت داخل أحشائها رب العرش السماوي، الملك العظيم اللي جه يخلص شعبه. ما اختارش أن يدخل الأرض بموكب سمائي يليق بملك، لكن أعطى كرامة عظيمة لمريم اللي حملته ووصلته لنا. في ثؤتوكية الأربعاء بنقول: تكلموا بكرامات من أجلك يا مدينة الله، لأنك أنت مسكن جميع الفرحين.